أجدادي 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 الغاليين وحشوني، لما قريت عنهم عجبوني وبقوا صحابي جوا كتابي، وبقوا صحابي جوا كتابي. نفسي أشوفهم يوم بعيوني، نفسي أشوفهم أعمل إيه. خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، خدت الكاميرا والتسجيل وتاريخ مصر معايا دليل، وحسافر في الزمن الماضي واجحكلكم بالتفصيل. وتسافر في الماضي ازاي؟ بالاوتوبيس ولا تروماي؟ اوتوبيس ايه؟ تروماي ايه؟ اوتوبيس ايه؟ تروماي ايه؟ ده انا عندي البنورة يا بيه، بنورة 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 ايه؟ بنورة المصدورة افتحها واشوف اثرات ومعالم مشهورة عمرها بالوف، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الف الصورة، اتصور جنبها كم صورة والاخر اقول الف الصورة زي المألوف. الهبركة دبرا الهبركة دبرا الهبركة دبرا الهبركة دبرا، كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. دوق وشوف دوق وشوف دوق وشوف يا تاريخ دون ودون واكتب الأمجاد وكون، مصر الفرعونية لمصر الإسلامية، أسجل اللي أشوفه وقابل جد وخوفه وجد عمر لما نزل في اسكندرية، منفي وطيبة أرض الطيبة، منفي وطيبة أرض الطيبة، إحنا ولادها وهي حبيبة طلع على سينا وانطار الجيش الهكسوس، واتشرف بمقابلة مينا في سراي مينا في أبيدوس، ناخد مع بعض وندي والدور بينا مناقشات، وامضي على ورقة بردي في سجل التشريفات، وكمان عالسكة حمر على قصر شجرة الدر، على قصر شجرة الدر. الهبركة دبرا الهبركة دبرا الهبركة دبرا الهبركة دبرا، كلمة سر تدوس على الزر، كلمة سر تدوس على الزر، مرة تقر ومرة تفر، مرة تقر ومرة تفر، واللي هيحصل لو ننساها طبعا معروف. كانت أيام جدودنا
رجعوها للناس منارة. بجهودكم انتم يا ولاد راح يرجع مجد الأبداد، راح يرجع مجد الأبداد. محلى يا وادي محلى يا وادي محلى 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 بذوقي. انت انت بتعمل ايه؟ لا 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 مفيش، بس اصلا انا بجرب صوتي في الاجهزه الجميله الحلوه دي. دي اجهزه هايله وغاليه عليا قوي، غلاوتها من غلاوه شحيبر ابني. طب اتفضل اتفضل، حط الاجهزه بالراحه واتفضل بره. عارف الاستاذ لو شافك كده هيعمل ايه؟ هيرفضك فورا بره. يرفضني؟ انا يرفضني؟ رفدوني وباين في عينيهم من عطفك وحنانك ليا، بس يا تسوقي وعذابي في هواك، بس يا تسوقي ارضي انت باينك مش جايبها ويا ريتك. اهلا يا استاذ. ازيك يا عزه؟ ازيك يا استاذ. النهارده يا ستي عايز اقابل جدي العظيم. لازم موسيقار. لا مش موسيقار ولا حاجه، ده اللي انقذ مصر وانقذ بيت المقدس وانقذ الاسلام كله من الحمله الصليبيه العدوانيه. يبقى قصدك بطل حطين. بطل حطين وبطل الوحده العربيه كلها، ده اول حاكم عربي في التاريخ عرف ان قوه العرب في اتحادهم. ده كان حاكم مصر؟ مش حاكم مصر وبس، ده كان مؤسس أسرة حاكمة بحالها. دي بقى الأسرة اللي بعد الفاطميين مباشرة، وابتدى حكمها لمصر من سنة 1171 ميلادية. يبقى حضرتك كده عايز ترجع في الزمن الماضي 814 سنة. لا أنا عايز بعد كده بحبة صغننة. مستعد؟ من عطفك وحنانك ليا. انت رايح فين؟ انا جاي للملك ريتشارد قلب الاسد. انت مين؟ انا الطبيب اللي جاي اعالجه. انزل. لا تقلق يا مولاتي، على الفجر حيعافى بإذن الله. شكرا أيها الطبيب. شكر لله. هو الطبيب خرج؟ أنت مين؟ وحكايتك إيه؟ عارفة جلالتك الطبيب اللي خرج دلوقت مش طبيب ولا حاجة. مش طبيب؟ أيوه، ده ملك المسلمين الملك الناصر نفسه. انت بتقول ايه؟
قلب الأسد كان في إيديه دلوقت، كان يقدر يعمل فيه أي حاجة، كان يقدر يعمل فيه اللي هو عايزه، لأنه عدوه اللي بيحاربه. عدوه؟ اللي جاي بجيوشه عشان يعتدي على أرضه. لكن الملك الناصر إنسان عظيم نبيل مشهور بالمروءة والشهامة، عالج عدوه أولاً علشان يحاربه هو صحيح الجسم. أنت جاسوس؟ ولا جاسوس ولا عرقسوس، أنا راجل جاي من أعماق الزمن الآتي عشان أقول لكم الحقيقة التاريخية. يا جلالة الملكة، يا زوجة ريتشارد، يكون في معلومك أنه في شهر يوليو سنة 1187 ميلادية جيوشكم هتنهزم شر هزيمة في موقعة حطين بالقرب من فلسطين. امسكوك. على مهلوكوك. على مهلوكوك. بلاش العصبية دي، هما تلات كلمات ما فيش غيرهم أقولهم تبصوا ما تلاقونيش. اقتلوه. ياه اقتلوه؟ طيب انتوا أحرار. الهبرة كدبرة. انت مين؟ انا شفتك قبل كده فين؟ انت جاسوس من عند الصليبيين. جاسوس؟ استغفر الله العظيم، انا عم فؤاد يا بطل حطين. عم فؤاد؟ رأيتك في النسمة ورأيت اعدائك في الطين، كنت مع الحق وكان الحق معاك. بشراك بشراك، نصر من الله وفتح قريب. يا ناصر يلي نصرت الدين، قلبك إنسان، نبلك عنوان، وحكايتك على كل لسان، هتعيش في الدنيا ليوم الدين. الناصر نصر الحق في بيت المقدس ونشر فيها الأمن لكل الناس، إسلام أو مسيحيين. الناصر هزم الصليبيين وعشق مصر الغالية وعين نفسه عليها أمين، وبنى القلعة حصن متين يحميها من الغدرين، وعشق مصر وحب هواها قاموا حبوه المصريين. توتا 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 توتا، آلي آلي الحدوتة من ضمن آلاف الحواديت. بكرة معدنا مع أجدادنا هيكون بينا كلام وحديث. والفصورة في البنورة، الفصورة في البنورة، من يوم واحد إلى تلاتين هنشوفها نشوفها هنشوفها، والشاطر فيكم الشاطر يعرف كنت بكلم مين 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 مين، وهو ده المطلوب يا ولاد. عمو فؤاد ويا الأجداد راح يقابلهم.